مرحبا جميعا. اليوم بدي احكي موضوع كتير مهم الكل بيسأل عنه، خاصة الناس اللي بيجوا جديد على قطر او الناس اللي لهم فترة في قطر وحابين انهم هم يزودوا مصادر دخلهم. موضوع اليوم هو انك انت كيف تقدر تحصل مصادر دخل اضافية للوظيفة اللي انت جاي عشانها. خلينا نبلش. اول شيء بدي احكي فيه انه انت اكيد جاي على دولة قطر بعقد عمل او لوظيفة معينة، فاكيد انت رح تعطي وقتك الكامل اللي حسب العقد اللي انت اتفقت فيه مع هاي الشركة، 8 ساعات مثلا في اليوم لمدة 7 ايام في الاسبوع، 6 ساعات لمدة مثلا 5 ايام في الاسبوع، يوم اجازة او يومين اجازة او الى اخره، تفاصيل العقد اللي انت اتفقت فيهم. فاذا اتفقت على هذا الموضوع فانت اكيد بدك تلتزم في عدد ساعات العمل الرئيسية اللي لك بالوظيفة حسب العقد اللي انت جاي على اساسه. صار عندك عدد ساعات اضافية او ايام اجازة او وقت فراغ اضافي انت مش عم يعني خليني احكي تأثر على عدد ساعاتك الأساسية وعدد ساعات العمل الأساسية اللي انت جاي تشتغل بناء عليها، فانت ممكن تبلش تشوف ايش انا ممكن اضيف لدخلي او ايش في طرق ان انا اضيف فيها لدخلي مبالغ اضافية عن طريق ان انا اعمل هاي الامور. اليوم انا راح احكي عدة نقاط ان شاء الله ان انا اشمل نقاط تقدروا انكم تعملوها وتستفيدوا منها. فخلينا نشوف شو النقاط اللي انا بحكي عنها. اول شغلة انت ممكن تستفيد منها اللي هي مجال الدورات في مجال العمل اللي انت اساسا تشتغل فيه، واكثر ناس بيقدروا يستفيدوا من هذا الموضوع المعلمين مثلا في المدارس او المهندسين او الجرافيك ديزاينرز، مهندسين العمارة، التصميم الداخلي، الايربان لاندسكيب، whatever اللي هي التخصصات اللي انت بتحتاج انك انت تستخدم فيها برامج من الكمبيوتر او انك انت بتقدر تاخذ فيها كورسات لحتى تدعم فيها السي في تبعك ولحتى تقدر تشتغل بطريقه اسلس في الشغل تبعك. من هذا المنظور انك انت بتقدر تستخدم وقتك الاضافي بانك انت تعطي كورسات او انك انت تعطي دورات في مجال عملك، لكن انت لازم تحدد هل انا هذا الكورس اللي انا بدي اعطيه هو كورس خليني احكي مفيد من الناحيه الماديه لي او لا، والشغلة الثانية مفيد من الناحية العلمية خلينا أحكي أو من الناحية العملية بالنسبة لي أو لا، وبالنسبة لغيري هل هو مفيد فعليا مقابل الكوست اللي أنا راح أخذ منه. فإذا أنت راح تأخذ أي كورس أكيد لازم تكون قادر على أنك أنت تعطي هذا الكورس، أكيد راح تكون عندك المعلومات الكافية بأنك أنت تشرح هذا الكورس لغيرك وأنك تخليهم يفهموا هذا الموضوع. الشغلة الثانية اللي هي الناحية المادية اللي أنت أساسا علشانها قاعد تعطي هذا الكورس، كيف تحدد أنه هذا الموضوع مجدي ماديا او غير مجدي؟ النقطة الاولى، اذا كان الكورس بدخل عليك دخل مساوي لراتبك الشهري كحد ادنى او مساوي لضعف راتبك بالمتوسط او اكثر من ضعف راتبك في الوضع اللي هو خلينا نحكي اللي مرات بيجيك هذا الكورس ومرات لا، فمعناته الوضع الافرج بيكون مساوي لراتبك او اعلى منه شوي، فانت اعطي هذا الكورس. سبيشالي اذا كانت مجموعات اكيد لازم يكون هذا الرقم اللي انا بحكي فيه مقارب لراتبك او ضعف راتبك. هلا اذا كنت عم تعطي برايفت فانت فعليا بده يكون يساوي نصف راتبك اقل حد ممكن، يعني اقل من نصف راتبك انت مش مجدي بالنسبه لك انك انت تروح تعطي هذا الكورس باي شكل من الاشكال، او مساوي لراتبك بالوضع الطبيعي اللي هو الافرج اذا انت كنت تعطي البرايفت كورسز. هلا من الامور اللي كثير مجدية اللي انت ممكن انك انت تستفيد منها في دول الخليج بشكل عام وفي قطر طبعا تقدر تستفيد منها بشكل محدد، تعليم اللغة العربية للناس الغير ناطقين باللغة العربية. وهذا الموضوع سهل لكل الناس الناطقين باللغة العربية، لكن انت بتحتاج انه يكون في عندك ملكة التعليم. ملكة التعليم اللي هي الاسلوب انك انت تقدر تدرس الناس موضوع معين وتقدر تخليهم يفهموا كيف يتعاملوا مع هذا الموضوع وكيف يستخدموه بحياتهم في حالة غيابك بعد الكورس طبعا. والشغل الثاني انك انت تقدر ترتب الماده اللي انت بدك تشرحها، وين تبلش، كيف تعطي، ايش المده الزمنيه اللي تعطي فيها، ايش الهوم وركس اللي بدك تعطيهم اياها، ايش البراكتسنج اللي لازم يعملوه، على ايش يمارسوا اللغه عشان يتعلموها. ففعليا هذا موضوع انت بتقدر تتعلم من خلاله. طبعا زي ما انت بتقدر تتعلم اللغه العربيه اذا انت لغتك الانجليزيه كمان منيحه، فانت ممكن تعلم الناس برضو اللغه الانجليزيه للناس اللي بيحتاجوا هذا الموضوع. فانت صار في عندك لهلا ثلاث نقاط، اما الدورات او انك انت تعلم اللغه العربيه او انك تعلم اللغه الانجليزيه في حاله كانت لغتك الانجليزيه جيده او ممتازه، وفي حاله انك انت قادر على تعليم مواضيع معينه للناس بطريقه هم يقدروا يفهموها بشكل كبير. كبير من الاشياء اللي كثير 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 بتصير في دوله قطر انه ستات البيوت مثلا او النساء او المتزوجات الغير قادرين على العمل او اللي مش لاقيين شغل اللي يشتغلوا فيه بيشتغلوا كجلسات للاطفال في الاوقات اللي بيكونوا فيها اهالي هذول الاطفال هم في ساعات العمل اللي بيشتغلوها. مثلا
عائلتين او ثلاثة اربعة خمسة حسب العائلات اللي انتم بتعرفوهم او بالحي اللي انتم موجودين فيهم، الاهالي طالعين على الشغل في الوقت مثلا من الساعة 8 الصبح للساعة 4 خليني احكي المساء، في هذا الوقت بيجيبوا اطفالهم عند هذه المرأة او عند هذه الام، بيحطوا اطفالهم عندها، بيأمنوا عليهم عندها من ناحية الاكل الشرب التدريس او قضاء الوقت او whatever، وبمقابل هذا الموضوع بيعطوها مبلغ من المال بتبقى للطرفين. فمعناته هذه برضو انتم بتقدروا تستفيدوا منها اذا كنتوا موجودين في دولة قطر او في احد دول الخليج العربي. الشغلة الثانية برضو، زي ما الام بتقدر انها تكون جليسة للاطفال، الاب بيقدر برضو اذا معه سيارة انه يكون شخص بيوصل هدول الاطفال مثلا لمدارسهم او لحضانتهم، بالاغلب للمدارس، الحضانة ما مش كثير بتعاملوا مع هذا الموضوع عشان صغار يعني، اما الاكبر شوي، او توصيل السيدات لاعمالهم او توصيل الرجال اللي ما معهم سيارات لاعمالهم، يروح يوصلهم الصبح مثلا الساعة 8 الصبح ويرجع ياخذهم مثلا الساعة 6 المساء او الساعة 3 العصر حسب اوقات الدوام. فهذول الشغلات كلهم انت لغايه الان انت بتقدر تستفيد وتشتغل فيهم اذا كنت بدك دخل اضافي، او اذا كان ما عندك اساسا عمل لكن عندك اقامه وانت موجود في الدوله وبتقدر تستفيد من هذا الموضوع لغايه ما تلاقي فرصه العمل المطلوبه اللي انت بتدور عليها. طبعا ما بخفى علينا انه انت في مجالك نفسه انت بتقدر تشتغل خارج نطاق ساعات العمل، تشتغل لحسابك الخاص. مثلا اذا كنت مهندس معماري فانت قادر انك تاخذ مثلا مشروع صغير مثلا او مشروع كبير حسب ايش اللي بتقدر تحصله، فيلا مثلا، عمارة سكنية، مشروع كوميرشال، اوفيس بيلدينج، وات ايفر المشروع اللي انت بتقدر تاخده بتقدر تاخده تشتغل عليه. مشروع مثلا مهندس مدني بيقدر ياخذ نفس المشاريع اللي حكينا عنهم، بيقدر ياخذهم ويشتغل عليهم من ناحيه التصميم الانشائي. المصمم الداخلي او مهندس المعماري او مهندس الديكور او وات ايفر سموا المسمى اللي بدكم اياه، بتقدر تاخذ تصميم داخلي لاي مشروع من المشاريع. مصمم الجرافيكس بيقدر ياخذ مثلا اعلانات يصممهم، او بيقدر ياخذ تصميم هويه بصريه، او وات ايفر الشيء اللي بتحتاجه شركه معينه او شخص معين بيقدر ياخذه ويشتغل على اساسه. والانيميتر كمان بيقدر يعمل مثلا الفيديوز المطلوبه او الانيميشن المطلوبه. المحاسب اذا كان بيشتغل في شركه فبعد ساعات عمله، في شركات ما عندها محاسب فول تايم فهو بيقدر يشتغل لهم بارت تايم بانه يطلع لهم الشغل المطلوب، وياخذ طبعا في المقابل المبلغ اللي بيتفق عليه الطرفين. استاذ المدرسه او المعلم بيقدر انه هو يدرس خصوصي مثلا بعد ساعات التدريس اللي هو بيشتغلها سواء في المدرسه او في اي مكان هو بيشتغل فيه. فبرضه في مجال عملك انت بتقدر تستفيد بعد ساعات عملك الاساسيه بانك انت تشتغل لحسابك الخاص، وانك انت تزيد الدخل اللي انت تحتاج انك انت تزيده، او حتى السيفنجز مثلا تزيد عندك من انك انت هيك هيك متغرب فانت طالع علشان تاخذ الخبره العمليه، بالطرف الثاني او بالكف الثاني انت برضه طالع علشان انت تجمع الفلوس اللي انت حابب انك انت تجمعها لحتى تستفيد منها بالامور اللي انت حابب. ما بيخفى علينا كلنا انه مجال التصوير في اي بلد من البلدان انت بتقدر تستفيد منه اذا انت كانت عندك الموهبة، او انك انت تتدرب وتشتري الكاميرا والعدسات المطلوبين انك انت تصور فيهم، وتقرأ اكثر شوي عن الموضوع وتتعلم في انك انت كيف تستفيد من موضوع التصوير لانك انت تشتغل بهذا الموضوع او تشتغل بهذا المجال، لحتى برضو تحقق دخل اضافي. موضوع التصوير مجال كثير كبير، مجالات كثير واسعة داخله، مثلا تصوير الاطعمة، تصوير الاشخاص، تصوير اللاندسكيب، تصوير المعماري، كثير مجالات داخل موضوع التصوير. انت تقدر تتعلم واحد او تتعلم اكثر من واحد منهم وتبدا تعلن وتدور على الزبائن، وان شاء الله توصل، وبيكون هذا برضه مصدر دخل زياده او مصدر دخل اضافي بالنسبه لك. موضوع انا لمسته صراحه بشكل كثير كبير في دوله قطر تحديدا، واكيد نفس هذا الموضوع موجود في دول الخليج الثاني وفي كل دول العالم، انك انت تشتري وتبيع السيارات. موضوع السيارات، شراء وبيع السيارات، شو ما كان نوع السيارة، تختار الأنواع اللي انت شايف انه سعرهم حاليا محروق وانت عارف انه انت بتقدر تبيعهم سعر شوي اكبر، فانت تروح تشتري هاي السيارة، بتفحصها، فحصها تمام، امورها تمام، بتشتريها، تعلن عنها وبتبيعها. هلأ قديه تضل عندك، قديه تربح فيها، انت ما تخسر فيها، هذه الامور انت بدك تضمنهم من ناحية شطارتك انت في الشراء، وانك انت تعرف انه هاي السيارة ما فيها مشاكل، وهاي السيارة بياعة، يعني هاي السيارة مطلوبة في السوق في البلد اللي انت موجود فيه. طبعا ما بحكي لك تروح تشتري لامبرجيني، ولا بحكي لك تروح تشتري فيراري، بلش عادي السيارات الصغار، السيارات اللي سعرهم قليل، اللي موديلهم شوي اقدم بكم سنة من الموديل اللي احنا موجودين فيه. يعني اذا انت هلا ب 2019 تقدر تشتري 2014 2013 وتبيع، ما تروح كثير قديم
وما تروح كثير جديد في اولها، لحتى ما انت تفهم السوق اللي انت موجود فيه شو المطلوب فيه، ايش اكثر شيء بينباع معك بسرعه، وايش اكثر شيء بضل موجود عندك، ايش خرابه قليل، ايش السوق طالبه كثير، بعديها تبدا تزيد زي ما انت بدك. لكن بالاول بلش بسيارات خفيفه لطيفه، عشان اذا صار لا سمح الله فيها خساره في المصاري مثلا في عند البيع، تكون خسران مبلغ كثير قليل وما ياثر عليك، وتقدر تعوضه في البيع اللي بعد. من المواضيع اللي كثير تشتغل في اي مكان برضو، بالاخص في دول الخليج، لان دول المغتربين وبدوروا على الشراء والبيع كثير اونلاين بيشتغل معهم، هو موضوع انك انت تبيع اشياء او منتجات اونلاين، سواء انت بتشتريها من السوق المحلي او بتشتريها اونلاين، سواء من امازون، اي باي، علي بابا، وات ايفر الويب سايت اللي انت بتتعامل معه، تجيبهم وتبيعهم في دوله اللي انت عايش فيها. وانا مني في دوله قطر، فانا بتعامل مع دوله قطر مع الشعب الموجود هون. فانت فعليا تحاول تدرس بالاول، انت تعرض اكثر من منتج قبل ما تشتريهم، وتشوف الناس ايش تطلب منه، بعدين تشتري هذا المنتج، بعدين تروح توصله للشخص او تتبقوا على المكان اللي بدكم تستلموا او تسلموا في هذا الشيء اللي انت شريته. وهذا الموضوع صراحه مجدي جدا في دول الخليج ومجدي في دوله قطر، لكن بدك تكون كثير فاهم ايش المنتجات اللي انت بتقدر تبيعها، وايش المنتجات اللي انت لو جبتها راح تضل عندك وما راح تبيعها، عشان انت برضه تتفادى موضوع الخساره. فاللي انا بنصح فيه انك انت تعلن عن المنتجات قبل ما تشتريها، وتحدد مواعيد التسليم مع الزباين. يعني مثلا اذا انت بتحتاج اسبوع لحتى توصلك البضاعه، فانت بتحدد موعد التسليم up to اسبوعين مثلا، فانت بضل معك اسبوع انت تجيب البضاعه ترتبها وتوصلها لزبونك، فعليا بتساعدك كثير في انك انت تحقق دخل منيح، اذا كنت دارس منيح ايش المنتجات اللي زباينك بدهم اياها. واهم شيء انك انت تدير بالك من موضوع الكواليتي، انك انت تجيب الاشياء الكواليتي تبعتها عاليه، لانه ما حدا راح يرضى يشتري منك شيء الكواليتي تبعته قليله. ففعليا بدك تدير بالك من موضوع الكواليتي، وانك انت كيف ترتب الاوقات الشراء والتسليم، وانك انت كيف تحاسب زباينك على هاي المنتجات. في دول الخليج في عدد كبير من المغتربين، وفي دولة قطر طبعا في عدد كثير كبير من المغتربين. وجود عدد كبير من المغتربين بيفتح السوق للنقطة الثانية اللي أنا بدي أحكيها، واللي هي أنك أنت تقدر تشتغل في مجال الأطعمة، لكن هو محتاج مجهود كبير ومتابعة كبيرة، موضوع النظافة، موضوع البرزنتيشن، وكيف تحضر الطبق، وكيف تطلعه، وكيف تبيعه، مجهود كبير لكنه بدر دخل كثير منيح، لأنه عدد المغتربين كثير عالي، عدد العزاب من هؤلاء المغتربين كثير 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 عالي. ففعليا العزاب ما راح يعني يضل يطبخ كل يوم، لا، هو فعليا لو انك انت تقدر تأمن له الوجبات اللي هو بيحبها والطعم اللي هو بيحبه والكواليتي اللي هو بيحبها وبالسعر اللي هو حابب انه يدفعه، ففعليا راح يصير زبونك بشكل دائم. سبيشالي انه موضوع انك انت تلاقي اكل زاكي او لذيذ او طيب في دولة قطر في المطاعم، هو سعره ما راح يكون رخيص. فاذا انت بتزود هاي الخدمه، فهو راح يكون عندك زباين بعدد كثير كبير، لكن بدك تعرف كيف تسوق لهذا الموضوع، كيف تعمل عروض بالاول، كيف توصل للزبائن المطلوبين. طبعا بدك توصل اكل بالصوره المطلوبه 100%، يكون الاكل اللي توصله سخن ما يكون بارد، ترتيبه بشكل كثير مرتب يكون. فانت فعليا بصير عندك شريحه منيحه من الزبائن، فانت بتقدر تشتغل عليهم. لكن بدك تحط في بالك شيء كثير ضروري، انه موضوع التسويق لهذا الشغل بيحتاج مجهود كثير كبير. فاذا انت كنت شاطر في موضوع التسويق سبيشالي اونلاين لهذا الموضوع، فانت راح تنجح ان شاء الله بهذا الموضوع. هذا موضوع الاكل ماشي بشكل كثير كبير في دوله قطر. ستات البيوت بنبسطوا كثير على هذا الموضوع، سبيشالي اللي ما عندهم شغل فهم بيشتغلوا في هذا المجال، وسبيشالي اللي عندهم موهبه تحضير الاكل بشكل كثير مرتب وطعم كثير مرتب. النقطه اللي بعدها اكيد مرتبطه فيها البنات او ستات البيوت او النساء اللي بيحبوا يشتغلوا في موضوع الحلويات. موضوع الحلويات طبعا مجال كثير واسع، مجال الناس كثير بتحبه، وكثير بتحب انها تشتري من الناس اللي بيحضروا حلويات بشكل كثير حلو. اكيد الشكل كثير بيفرق بالحلويات، وبشكل كثير زاكي ولذيذ ولطيف، راح يصير عندك شريحه برضو واسعه اذا عرفت تسوق لهذا الموضوع وبتشتغل على اساسه. من المواضيع اللي كثير بتشتغل برضه في دولة قطر، واكيد في كل الدول، واكيد في دول الخليج كمان بشكل كثير كبير، موضوع الرسم. اذا انت عندك ملكة الرسم، او اذا في عندك اصدقاء عندهم ملكة الرسم، فانت ممكن تتعاون مع بعض، انت تسوق لهم هم يرسموا، او اذا انت بترسم فانت تسوق وترسم لنفسك، وتمشي بشكل كثير كبير اذا اعلنت عنها، واذا كانت رسوماتك كثير حلوة او بطريقة خاصة او مميزة ما حدا اشتغل فيها قبل هيك، فانت فعليا راح يصير لك سوق كثير مرتب في دولة قطر، وبتقدر تشتغل على هذا الاساس وتحقق دخل كثير مرتب في البازارات والايفنتات اللي بتصير. تقدر تحجز بوث
تقدر تشتغل وتبيع من اللوحات اللي انت اوريدي راسمهم، تقدر تعمل معارض في اكثر من مكان في دولة قطر، وتقدر انك تبيع هاي اللوحات في المعارض اللي انت بتشتغل فيهم. فموضوع الرسم برضو من المواضيع اللي كثير تقدر تشتغل عليها في دولة قطر. واخر موضوع بدي احكي فيه في الفيديو هذا، انك انت تعمل انت منتج جديد مميز ما حدا عمله قبل هيك بادوات انتاج كثير بسيطه، انت بتقدر تنتجه من غير ما تدفع عليه يعني مبلغ كبير، وتبدا تسوق له وتبيعه. او انك انت تعمل منتج كان موجود قبل هيك لكن تعمل له انتاج مره ثانيه بطريقه مميزه، وهاي الطريقه المميزه ما حدا قبل هيك عملها، وانك انت تسوق لهذا الموضوع وتبيع هذا المنتج اللي انت رجعت اما عدد انتاجه بطريقة جديدة، او انك انت اصلا المنتج هي فكرة جديدة انت عملتها وما حدا عملها قبل هيك. فعليا الناس هم تحب هذا الموضوع بشكل كثير كبير، اذا كان منتج مميز ومبهر وخلينا احكي كمان مبين عليه مكلف، في كثير ناس راح تشتريه، لانه هم بيهتموا كثير بموضوع انه يكون مبهر ومميز وما حدا عنده يا غيري. فانت فعليا بتقدر انك انت تستفيد من هذا الموضوع، الناس كلها راح تشتري منك سواء مواطنين او مقيمين، اذا انت سوقت بطريقه جدا احترافيه فانت راح توصل للشيء اللي بدك اياه. هاي النقاط اللي انا حبيت احكيها، اكيد في طرق كثير ثانيه انت ممكن تستفيد منها في دوله قطر، لكن انا حبيت اطلع احكي عن هدول المواضيع اللي هي الاشياء البسيطه اللي ما بتكلف في بدايتها واللي بتدر عليك دخل كثير مناسب انت تقدر تزيد منه السيفنجز او ترفع منه مستوى المعيشه اللي انت عايشها. ويعطيكم الف عافيه.